آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده.
وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا قوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة صدق الله العظيم.